التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا تستمر في هذه اللحظات. تعلن انطلاقة شوطنا الثامن، نتمنى التوفيق لكل الشعارات المنطلقة في شوط الجعدان. أتقدم مع المركز الأول الفارس لمبارك بن سعيد بن محمد الخيلي، يتقدم ويقدم الفارس على المركز الأول. المركز الثاني العازمي قادم خليفة بن حميد بن محمد المشيخي، والمركز الثالث عزام عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي. المركز الرابع يتقدم درب ليمايد بن محمد بن حلفان المري، والمركز الخامس ما شاء الله وتابع قدوم من قبل وليف حمد بن سعيد بن حمد الوهيبي، قادم مع وليف على المركز الخامس. والمركز السادس شاهين لسالم بن ناصر بن سعيد العامري، والمركز السابع يتقدم شاهين لحمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، والثامن مراكزنا عنيد لمحمد بن سالم بن محمد العفاري، والمركز التاسع من الجانب الآخر وتابع شعار ياتينا ويتقدم راهي لسعيد، أو عفوا هذا ملبي لمحمد بربي بن مطر الكتبي أحد القادمين من مدينة العين على المركز التاسع وعاشر. المراكز راهية لسعيد بن محمد بن حمد العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، أتابع الأسماء القادمة، أتابع الشعارات القادمة، ولكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة والمقدمة وصدارة هذه الأسماء. ما شاء الله نتابع بداية التحدي، ولا زال الفارس على المركز الأول، ويقدم الفارس مبارك بن سعيد بن محمد آل خيل. المركز الثاني العازمي قادم خليفة بن حميد بن محمد آل مشيخي قادم مع العازمي، والمركز الثالث نتابع وليف حمد بن سعيد بن حمد الوهيبي القادم مقدما انطلاقات وتحديات وليف على المركز الثالث. والمركز الرابع شاهين لسالم بن ناصر بن سعيد العامري، والمركز الخامس عزام العبيد بن محمد بن مرخان الكتبي. ما شاء الله وصول لقمة عبيد بن سالم بن مصبح الأغفري قادم مع قمة في هذه اللحظات. تتابع الأسماء، ولكن أعود مع البداية، بنقول خلاص الكيلومتر الأخير، عودة إلى العازمي على المركز الأول خليفة بن حميد بن محمد المشيخي، يتابع ويراقب العازمي. ولكن شوف الأسماء القادمة في هذه اللحظات، الفارس مع مبارك بن سعيد بن محمد الخيالي، وكذلك قمة ويبغي القمة عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي. ما شاء الله شعر بن جرش على ما ظن القادم في هذه اللحظات، عودة مع البداية، عودة مع المشيخي، وعودة مع الغفلي. لا تغفل عنا الغفلي يا المشيخي. اللحظات الأخيرة قمة والعازمي من الجانب الآخر خليفة بن حميد بن محمد المشيخي، والمركز الثالث شعار الخيالي قادم مع الفارس، ولكن عودة مع البداية المقدمة قمة اللحظات الأخيرة، خط النهاية يقترب. بنجرش المشيخي، هل القوع ولكن الصدارة مع بنجرش. اللحظات الأخيرة هل اللبسة يقدمون قمة على المركز الأول عبيد بن سالم بن مصبح بنجرش مشكور يا خلفوني بنجرش. ها هو قمة يصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لعبيد بن سالم بن مصبح الخفلي المركز الثاني. وصل العازمي لخليفة بن حميد بن محمد المشايخ المركز الثالث، الفارس لمبارك بن سعيد بن محمد الخيل المركز الرابع، المركز الرابع ملبي لمحمد بربيع بن مطل اكتبي المركز الخامس، المركز الخامس وصل شاهين لراشد بن محمد بن عيلان المنصوري. عودة مع بن جرش وشعاره، والتوقيت الزمني 4:23 هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس
لعبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي، والسلام يا اللبسة سلام على هذا الفوز والانتصار.